شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يوم أمس المباراة التي جمعت ممثل الكرة البحرينية فريق نادي المحرق وفريق نادي العهد اللبناني، والتي جرت على ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله بنادي المحرق الرياضي والثقافي في منافسات دور الربع النهائي بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس نادي المحرق معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم سعادة السيد هاشم حيدر. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه فريق المحرق في هذه المباراة، والذي عكس التحضيرات الكبيرة التي خاضها أفراد الفريق استعدادا لهذه المواجهة، مهنئا سموه الفريق بتحقيقه الفوز والتأهل للنصف النهائي من هذه المسابقة، متمنيا سموه التوفيق والنجاح للفريق فيما تبقى من مراحل في هذه البطولة، ومشيدا سموه بالحضور الجماهيري لتحفيز ومساندة ممثل الوطن فريق المحرق في هذه المواجهة والتزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة العالمية. وقال سموه: دعمنا متواصل لجميع الفرق والمنتخبات الوطنية في مشاركاتها بمختلف البطولات والمحافل الرياضية من أجل تقديم المستويات المشرفة ورفع علم مملكة البحرين عاليا، بما يعزز الحضور البحريني إقليميا وقريا ودوليا والمنافسة على تحقيق المزيد من النتائج المتميزة التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية. والله الحمد لله اليوم نادي المحرق فاز بجدارة واستحقاق، والحمد لله نبارك لهم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والفريق. صراحة اليوم يعني الفوز 3 أهداف مو بشيء سهل، يعني في بطولة مهمة مثل كأس الاتحاد الآسيوي، يعني هذا شيء جدا يفرح، وبالأداء والمستوى اللي حضر فيه يعني بالعكس هم يستاهلون، وإن شاء الله نتمنى أنهم يوصلون حتى إلى النهائي ويحققون البطولة إن شاء الله. بالعكس ما قصروا، واليوم بعد حضور سمو الشيخ خالد الله يحفظه دعم وحافز حق الجميع. في الحقيقة أنا يعني ودي أشكر كل من ساند نادي المحرق في هذه المباراة، وعلى رأسهم سمو الشيخ خالد بن حمد وكثير من ناس المسؤولين عن الرياضة في البحرين من اتحاد كرة قدم ومن أندية. في الواقع لمسنا كثير من المساندة، أنا لي شخصيا كانت هناك مساندة كبيرة قادها سمو الشيخ خالد والأندية كلهم والناس والجمهور اللي شفتهم. الحمد لله أنا اليوم فرحان طبعا بفوز نادي المحرق، لكن فرحان أكثر بهذا التجمع الرياضي الكبير وهذا الشعور الكبير. إن شاء الله إن شاء الله دائما البحرين في تقدم في تطور في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة وهو الرئيس الفخري لنادي المحرق، ونهديه اليوم الفوز باسم المحرق وجماهير المحرق كلها. طبعا أول شيء الحمد لله والشكر رب العالمين على هالنتيجة ذي المشرفة. أعتقد ذي النتيجة صار يعني يات تعب وعمل الجميع، مجلس إدارة، لاعبين، الناس اللي معاي في الفريق، الجهاز الفني المعاون، الإداريين،
ما ننسى وقفة سمو الشيخ خالد معانا في هالفترة هذه اللي قدر انه هو يأجل لنا مباراتنا في الدوري اللي خلانا احنا نجهز حق هالمباراة دي الأهم. فأرفع له كل الشكر والتقدير، وشرف لنا اليوم ان سمو الشيخ خالد يكون موجود معانا وحاضر، والحمد لله فال طيب ان احنا نتيجة ممتازة 3-0 بحضوره وبحضور رئيس النادي الشيخ أحمد بن علي. أعتقد اللاعبين اليوم أدوا مباراة كبيرة جدا، يمكن من أفضل المباريات خلال الستين اللي لعبناها في نادي المحرك. شكرا لجمهور البحرين، شكرا جمهور نادي المحرك. اليوم أنا أقول هي فرحة للبحرين إن شاء الله.